بالظبط لسه كنت هسأل حضرتك، لأن أعتقد هيبقى مستوى مختلف عن اللي احنا لعبناهم قبل كده. الجزائر تقيلة وأدائها كويس، فاللي جاي إيه بمتوقعه إن شاء الله يوم الثلاث؟ طبعا برضو هتكلم إن المنتخب الجزائري بغير اللعيبة الدوليين، الجزائر عنده لعيبة كبير جدا، لعيبة كبير جدا محترفين، والمغرب وتونس، غير ان احنا المنتخب المصري عنده مثلا لو فكرت في القوام الاساسي للمنتخب هتلاقي الناس اللي بتلعب نيو معاهم محمد صلاح ومصطفى محمد، واذا كان مرموش او تريزيجيه او رمضان صبحي مثلا وعبد الله السعيد، فبرضو انت بتلعب حوالي مثلا الفرقه اللي بتلعب بيها في البطوله العربيه حوالي 60% من المنتخب الاساسي. لكن المنتخب الجزائري ممكن مثلا تلاقي 10% من اللي بيلعب، يعني برضو مش هنقيم منتخب الجزائر اللي هو منتخب الجزائر المرعب اللي هو رقم واحد في افريقيا دلوقتي. مفهوم. لكن طبعا انت عارف المباراه مع شمال افريقيا كنا بنلعب الجزائر او المغرب او تونس، اولا المباراه بتبقى صعبه شويه وفيها عصبيه زياده، لكن وصول الفرقتين احنا عايزين نبعد عن المغرب، يعني عايزين نعمل نتيجه ايجابيه، لان انا شايف ان المغرب هتبقى اول المجموعه، فعايزين نبعد عن المغرب، ما نلعبش مباراتين ورا بعض، نخلص الجزائر نحط علينا على المغرب في مباراه صعبه جدا. فاتمنى ان احنا نقدر نكسب ونعمل نتيجه كويسه، وعلى الاقل نعمل اداء كويس يطمن الجمهور المصري. الجمهور المصري بيتفرج، لكن لسه عنده قلق، عنده قلق من مستر كروش، مش حاسس ان المنتخب المصري هو ده اللي احنا هنلعب التصنيف الاول في تصفيات كاس عالم، فهنلعب فرق قويه جدا طبعا. فهل المنتخب ده لو لعبنا قابلنا مثلا الجزائر، المغرب، تونس، السنغال، نيجيريا، هم دول خمسة في التصنيف الأول، هل المنتخب المصري لو لعب فرقة بالفرقة دي هل شكل المنتخب المصري أداؤه يقدر فعلا نعدي المرحلة دي ونوصل لكأس عالم؟ هو ده بقى اللي احنا بنتكلم عليه في أول تجربة نقول لمنتخب الجزائر. أنا شايف دي أول تجربة قوية لمستر كروش أو حقيقية، خلينا نقولها بالظبط كده. فهي دي اللي هتبين بقى شكل المنتخب في المباراة دي إيه.